بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على الالبو الترا ساوند، برضه هنمشي على نفس السيستم، هنبص على النورمال اناتومي وبعدين هنرجع نبص على الكومن باثولوجيز. هو الالبو ميزته ان هو مش زي الشولدر كده، البين بتضطر تعمل فول اكزامينشن للشولدر كله، بس غالبا البيشنت الحته اللي بيشتكي منها هي دي فيها المشكله بالنسبه له، سواء كان ميديال اسبكت انتيرير او بوستيرير او لاترال اسبكت، هو ده الحته اللي بيشتكي منها، هي دي اللي هنلاقي فيها الباثولوجي غالبا. الالبو بنعمله اكزامينشن زي ما قلنا انتيريرلي وميديالي ولاترالي وبوستيريرلي. بنبدا الاكزامينشن بانتيريرلي، بنحط بروب تي اس عند الالبو جوينت، اللي بنشوفه هو الهيومرس ديستال اند بتاعها، الكابيتيوليوم والتروكليا والهايبوكوك لاين ده الكارتليج، الماسلز اللي بنشوفها البراكياليس ناحيه الراديال اسبكت، البريكيولادياليس وميديال برينتر تيرس، البريكيال ارتري لاند مارك مهمه، ميديال لي على طول الميديال نيرف، ولاترال لي البايسبس تندون. في الالبو بيبان سوبرفيشالي، وبعدين اول ما بننزل بالبروب تي اس بيبدا ياخد الكورس بتاعه اوبليكلي عشان يمسك في الراديال تيوبروزيتي، ودي بتبقى حته تشالنجينج شويه ان احنا نشوفها. دي صورة أحسن شوية، بنشوف فيها البريكيال أرتري والميديان نيرف ميديان لي والبايسبس تندون، وزي ما قلنا البراكياليس والبرونيتور تيرس، ولو دخلنا بالبروب ناحية الراديال سايد هنشوف البريكيو رادياليس ماسل. بعدين بنقلب البروب ال اس، بعد كده بجيب البروب ال اس عشان اعمل اكزامينشن للديستال بارت بتاع البايسبس تندون لحد الراديال تيبروزيتي الانسرشن بتاعه. هنا الديستال بايسبس ماسل وادي التندون بريك الارتي والبرونيتور تيرس والبراكيالس ماسل. طيب التكنيك عشان اشوف المنظر ده، انا بحاول اخلي البيشنت يعمل اكسترنال روتيشن على قد ما يقدر، التندون بيتشد معايا كويس واحط البروب عليه وابدا امشي معاه عشان اشوف المنظر ده. ساعات ما بنجحش في كل الحالات ان اشوف الفيو ده، فبستخدم تكنيك تاني ثرو البرونيتور تيرس كويندو البريك الارتري، بخلي البيشنت يتني كوعه 90 ديجريز واحط البروب على الميديال اسبكت على الشافت بتاعت الهيومرس وانزل معاها، هات بروب ال اس وانزل معاها لحد الالبو جوينت واطلع سنه انتيريرلي. الطريقة دي بحاول إن أنا أشوف البرونيتور تيرس ماسل وأستخدمها كويندو إن أنا أقدر أشوف التندون، يعني بعد ما بطلع سنة أنتيريلي أدي البرونيتور تيرس ماسل أحاول أشوف البريك الأرتري يعمل لي أكوستيك إنهانسمنت كويس ثرو الويندو بتاع الماسل وأشوف التندون من اوله لاخره كويس. ممكن بحركه بسيطه اكسترنال وانترنال روتيشن للهاند كده اعمل دايناميك ستادي واشوف الحركه بتاعت التندون كويس زي دلوقتي. ميديالي بحط البروب ال اس عشان اعمل اكزامينشن للميديال البو، اللي بشوفه هو الـ common flexor tendon، وبعدين بعمل manipulation عشان أقدر أشوف المنظر ده اللي هو الـ ulnar collateral ligament. الـ common pathology هو طبعاً الـ inflammation بتاع الـ common flexor tendon اللي هو اسمه الـ medial epicondylitis أو golfer's elbow. تاني حاجة بعمل assessment للـ ulnar collateral ligament عشان أتأكد مفهوش tears. لو حركت البروب ورا شوية بشوف المكان اللي هو اسمه كيوبيتال تانل، اللي هو المكان لو لما بنتخبط فيه بيحصل تنميل في الإيد، بيبقى فيه الألنر نيرف. بعد ما بحط البروب تي اس بشوف المنظر ده الألنر نيرف،
ممكن نشوف الالنر والهيومنال هيدز بتوع الفليكسور كاربي الناريس بيعملوا فوقيهم ليجمنت اسمه الاركويت ليجمنت. اهميه الكيوبيتال تانل ايه؟ ان هو النيرف الالنر نيرف ساعات بيحصل له انترابمنت في المكان ده، ساعات بيبقى نتيجه انكريز تيكنس للاركويت ليجمنت او جانجليون سيست موجوده، او انه بيحصل له سبلكسيشن او اوستيوكوندروما ضغط عليه، او اكسسوري ماسل اللي هي اكسسوري انكونيس ماسل. الاكزامينشن بتاع اللاترال ايلبو ممكن نعمله والبيشنت سيتنج ويده 90 ديجريز، او هو فارد دراعه زي ما شفنا في الصوره بتاعت الميديا الالبو بس على اللاترال اسبكت. التندون اللي بشوفه الكومن اكستنسور تندون وتحتيه الراديال كولاترال ليجمنت. الكومن باثولوجي برضو اللي هو التنس البو او اللاترال ابيكوندلايتس، نفس الفكره بتاعت الميديال ابيكوندلايتس انفلاميشن في التندون، وبعمل اسسمنت برضو للراديال كولاترال ليجمنت عشان التيبس. الراديال نيرف مهم نعمله جدا اكزامينشن، بعرف مكانه ازاي؟ باجي على اللاترال اسبكت بتاع الارم، ادي الهيومرس، احط البروب تي اس، النيرف الوحيد اللي بشوفه في المكان ده هو راديال نيرف، بنزل معاه تي اس لحد ما اشوف البايفوركيشن بتاعه. بيدي تو برانشز اللي هما السنسوري برانش سوبرفيشال سنسوري برانش والديب برانش اللي هو الموتور برانش، ده اللي يهمنا ان هو بيكمل بعد كده كبوستيريور انتر اوسيوس نيرف. بيحصل له انترابمنت ما بين التو هيدز بتوع السوبرنيتر ماسلز احيانا في حته اسمها الاركيدو فروس، وده الراديال ارتري. ده ال اس اكزامينشن للنيرف او بوستيريور انتر اوسيوس نيرف وهو داخل ما بين التو هيدز بتوع السوبرنيتر. بنلاحظ هنا اليونيفورم ثيكنس بتاعه في حاله الانترابمنت، طبعا بيبقى زي الميديان نيرف كده في كاربل تانل بيزيد حجمه، هنا بيحصل له سويلنج كده قبل الحته اللي بيحصل له فيها انترابمنت. البوستيريور البو البيشنت بياخد البوزيشن ده افضل بوزيشن عشان نعمل فيه الاكزامينشن للترايسبس ماسل وتندن. البيشنت بيزق بايده وهو تانيها كده، بشوف الماسل والتندن بتاع الترايسبس، ودي الاولوكرينون وهنا الفات. الكومن باثولوجي طبعا في الحته دي ممكن يبقى فيه اي تير او تندينوباثي في التندن او بيرسايتس، اولوكرينون بيرسايتس تبقى في السبكوتينيوس تيشو كده، في يعني بعدها على طول في بوتنشال سبيس اللي هو في البرسا، دي السوبرفيشال برسا ممكن اشوفها هنا، وفي ديب برسا تانية بتبقى ديب للتندون هنا. بس الموست كومن بيشنت بيجي بسويلنج في الحته دي، سيستيك سويلنج، ده على طول من غير حتى الترا ساوند بتبقى اوريكلينوم بيرسايتس، بس بنعمل الترا ساوند عشان نتشيك بس هل هو انفكتد والسايز بتاعه قد ايه. الباثولوجيز اللي ممكن نشوفها هنا، ده عندنا البايسبس تندون ال اس فيو لحد ما يمسك في الريديال تيبروسي، ده النورمال ابيرنس بتاعه. ممكن يحصل له رابتشر في الناس اللي بتلعب جيم، اكسيدنتس، اي حاجه ممكن يحصل المنظر ده. الاقي التندون فايبرز زي ما احنا شايفين بقت تيكند وريتراكتد، هنا خلاص هو التندون وقف هنا، وده فلويد كولكشن وهيماتوما، هيمرج يعني وهيماتوما، وده فيو تاني للهيماتوما. الراديال كولاترال ليجمنت زي ما احنا شايفين مكانه فيه فلويد، وهنا التورن فايبرز بتاعته، وهنا فوقيه الكومن اكستنسور تندون شايفينه انتكت. هنا التنس البو اللي هو لاترال ابيكوندرايتس انفلاميشن في الكومن اكستنسور تندون، بنلاقي الثيكنس بتاعه والايكوجينيستي بتاعته قلت شويه او بقت هيتروجينس، في انكريز فاسكولاريتي، ممكن تلاقي ارياز فيها يعني زي بارشال ثيكنس تير تندون كده وانكريز ثيكنس. هنا ده اكزامبل تاني للانكريز ثيكنس وحته فيها بارشال ثيكنس تير وحته فاسكولاريتي.
جولفرز البو اللي هو بيبقى في الكومن فليكسور تندون او ميديال ابيكوندرايتس، لاحظين طبعا الانكريز تيكنس في فصائل بتاعه كالسيفيكيشنز ممكن نشوفها دي في الكرونيك سيتنج، وانكريزد فاسكولاريتي بالباور دوبلر. الالنا نيرف ديسلوكيشن زي ما قلنا بنحط البروب تي اس في الحته بتاعت الكيوبيتال تانل عشان اعمل اكزامينشن للالنا نيرف واشوف النورمال ابيرنس بتاعه. بخلي البيشنت يعمل فليكشن واكستنشن للفور ارم، واثناء الحركه دي بشوف النيرف هيفضل في مكانه ولا هيبدا يتحرك فوق الميديال ايبيكوندايل لبره. لو اتحرك لبره يبقى ده كده في ديسلوكيشن واضح اهو، زي ما احنا شايفين مع الحركه بيروح ويجي، ده في كده النا نيرف ديسلوكيشن. ساعات مع الموشن دي بيحصل نفس الحركه بالظبط مع الترايسبس تندون، بتبقى اسمها سنابنج ترايسبس سندروم، اللي هي سنابنج ترايسبس سندروم دي بيبقى الميديان نيرف بيحصل له ديسلوكيشن، ادي النورمال بوزيشن بتاعه بيطلع بره ووراه التندون الوايد ده يحصل له نفس الحركه مع فرد تاني الفور ار، اسمها سنابنج ترايسبس سندروم. هنا posterior interosseous nerve entrapment، ده النورمال سايد وده الابنورمال سايد. هنلاحظ هنا النورمال يونيفورم ثيكنس بتاع النيرف وهو داخل ما بين التو هيدز بتوع السوبرينيتور، وفي التي اس السايز بتاعه في الافكتد سايز بنلاحظ طبعا السايز بتاع النيرف اكبر نتيجه الانترابمنت في ال اس وفي التي اس. بالنسبة للترايسبس تندون زي أي تندون ممكن نلاقي فيه increased thickness, calcifications, tendinopathy, increased vascularity أو rupture زي ما احنا شايفين، وهيماتومة retraction بتاع الفايبرز بتاعة الترايسبس تندون. آخر حاجة وهي من most common pathologies طبعا الأوريكرينوم بيرسايتس، أدي السكين subcutaneous tissue والبرسة تحتيها مجمعة fluid الأوريكرينوم بيرسايتس. شكرا، وأتمنى أن تكونوا استفدتم من المحاضرة دي.